السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف شوية ألعاب ظريفة كده مع شات جي بي تي. طيب أول حاجة هقول له هنا اعمل لي ملف اكسل فيه عمود به أسماء الموظفين و المهنة، تمام. وتعالوا نشوف هيعملوه لي ازاي. هيفترض بقى اسامي ونبدأ ان احنا نشوفها ان شاء الله. عمل الملف اهوت، هقول له موظفين ومهن، وممكن تقول له ضيف لي عمود اضافي، طريقة تعديل الملف، الحاجات دي كلها. طيب هقول له اضافة اعمدة اضافية، طيب نقول له بقى اضيف لنا ايه كل دوت. هو بيعمل لي ملف اكسل حقيقي، تمام. ممكن تقول له انا عايز ملف اكسل اللي فيه مثلا اسامي الدول والمحافظات والعملة بتاعتها وكل حاجة. ففعلا عمل لي الملف اهوت. تعال نحمله ونشوفه. ممكن تعدل بيانات، ممكن تضيف بيانات اخرى. طيب انا مسطب برنامج زي الاكسل كده اسمه لايبراري اوفيس، هو نفس الواجهه تقريبا الحاجات دي كلها، فبيديني معلومه اهوت. طيب اهو كتب اسمي، تمام، وحط بعض الاسامي، تمام، وافترض ايميل، معرفش ايميل الحقيقي، لا مش ايميلي، اكزامبل، وارقام تليفونات اتصلوا انتوا بيهم بقى زي ما انتوا عايزين. طيب انا عايزه بقى ايه، يصمم لي كود معين. هقول له الاسامي معموله اسم الاسم الاول واسم الثاني، انا عايز يعمل لي بقى كود، تمام، يحذف لي يخلي ده لوحده وده لوحده. طيب خلينا بقى نكتب الكود كده نجرب، ماشي. طيب انا هاجي هنا واقول له ضيف لي كولوم بيفور، ماشي، وهاجي هنا وادي له الكود دوت. فعلا هو جاب اسمه عمر اول واحد، ممكن تسحب وتجيبه بالشكل دوت. طيب ممكن بقى نشوف الكود التاني. طيب هاجي هنا واكتب له الكود التاني، جاب لي فعلا كلمة سليم، وتبدأ تسحب وتحط. طيب لو انا عايز اخلي هنا عمر دي معتمد على الكود ده، انا عايز اخدهم كده، خدهم وروح على اي، مثلا ممكن تروح على جوجل ترانسليت او تكتبهم هنا. الفكره كلها ان انت تروح لحاجه بتحذف لك التنسيق. هو هنا معتمد على معادله، فانا عايز الغي المعادله دي، عايز هو ياخد الاسم بس، ماشي. فانا مش طالب ترجمه ولا حاجه خالص، انا مجرد بس احط الكلام كده واسحبه تاني وارجع هنا للملف اللايبراري، تمام، واقول له اوكي، بحيث ان هو لما يبقى موجود هنا عمر، يعني مثلا هنا سليم معتمد على المعادله، فانا هاخد كل الكلام ده واحطه هنا واسحب واقول له ايه، حط لي الكلام ده. ممكن نحطه هنا ونحطه هنا، يبقى انا كده عندي الاسم الاول والاسم الثاني، قدرت اخلي الاكسل يعمل لي الموضوع دوت. طيب لو انا ما اعرفش الطريقه دي ممكن نساله ونشوف هيجاوب ازاي. يعني خلي بالك ان هو بيشرح لي الموضوع ممكن يتم ازاي. انا هقول له اريد الاسماء بدون معادلات، ممكن يقول لي على طريقه جديده، تمام. قال لي انسخ، قال لي ممكن تعملها من غير معادلات بالطريقه اللي احنا عملناها بيها. فانت ممكن تقول له اعمل لي اي معادله انا عايزها على اساس ان انت توفر على نفسك الوقت. يعني بقى دلوقتي مش محتاج ان انت تحفظ معادلات، ممكن تقول له اريد معادله عشان معادله الاستخلاص الايميلات، الاسامي من الايميلات، تمام، وتشوف بقى الايميل ده موجود في انهي عمود. الايميل موجود في الاي من العمود اي،
A1 A2 مش هتفرق بقى الرقم. فبيشرح لي ان ممكن تاخد الفيرست نيم واللاست نيم من خلال المعادله ديت. ولو انت عايز الاسم التاني هتستخدم المعادله ديت. يعني انا هاجي هنا واقول له ديت خلاص، هو كده فاهم عمر من الايميل. تسحب. طيب تعالى بقى نجيب التاني. بس كده، يبقى احنا كده استخدمنا الذكاء الاصطناعي في ان هو يكتب لنا الاسامي بالشكل دوت.